انت تاني؟ هو انتوا متعودين تعاملوا الزباين كده؟ ايه سكت ليه؟ مش كنت عايز اتبلغ البوليس؟ 122 ومن تليفون ارضي. كلمي قولوا له يا باشا انا عايز ابلغ عن زبون. كلاينت يعني. بص يا استاذ انت، انا زهقت وقرفت موضوع الراجل اسمه زكريا ده، انا قفلته خلاص. اسمه بابا. بابا انت مالك انت؟ دي حياتي الشخصيه. انت اللي فتحت حياتك الشخصيه، انا اللي فتحتها. انا راجل زبون، مجرد زبون كده. تحت امر حضرتك يا فندم. لحظه واحده ندى، معلش لو سمحت ممكن تيجي تشوف الاستاذ؟ اه طبعا اكيد. ميرسي قوي، عن اذنك. افندم الخطوط عندكم هنا يعني الشبكه بتقع مني فجاه. ازاي يا فندم؟ احنا احسن تغطيه في مصر. لا ما انا بس بطلب حد الاقي حد تاني قدامي. ياه معقوله؟ ازاي يعني؟ لا يعني كل ما بكلم زميل فلاقي زميل تاني هو اللي بيرد على الكلام. هل ينفع كده برضه؟ الشبكه بتاعتنا بتعمل فيه كل ده؟ بتعمل اكتر من كده كمان. طيب ثواني هجيب لك ابلكيشن تكتب شكوتك دي. بعد اذنك. على فكره شكلك حلو قوي وانت متعصبه. عادي يعني. الى اللقاء في الحلقه القادمه. ايه ده؟ فين اللي كان طالب الابلكيشن؟ انا مالي بتسالين انا ليه؟ غرف ده يا باشا. هسال مين يعني؟ ما انا سايبهولك. بقول لك ايه؟ اوعي. ميرسي قوي ليكي يا حبيبتي. اتفضلي. طب وصفقة أولاد البرعي؟ صافي أرباحها إيه؟ أولاد البرعي، أولاد البرعي، بسم الله ما شاء الله. لا نسبة الأرباح الربع دوت 6%. ما شاء الله عظيم كده، عليوا 3% عن الربع اللي فات. يا فندم طبعا، ما هو نسبة المشتريات مع حرق السلع التموينية عليت ل 240%. عظيم. طب واخبار العجز عند المنافسين ايه؟ وصل لحد فين؟ حصل شلل يا ريس في منتجات الالبان عند مجموعه زاهر، لان التوريدات عنده قلت ل 75%. حرام حرام يا انس، حرام. احنا عايزين كل الناس تشتغل وتربح، احنا عايزين تجاره مزدهره ما فيهاش فساد ولا احتكار. الارزاق بيد الله يا فندم. مش دي اوامرك؟ انا اوامر ان انت توصل معايا لاتفاق للاندماج معانا. هو يطول، احنا عايزين نطهر السوق من الغش والتدليس اللي غرقان فيه، عايزين نخلص الناس من جشع التجار وقذارتهم. احنا ادوات ربنا مسخرها في الخير. انا هدفي بقى ان احنا نعمل كنترول على السوق، فاهم؟ احنا رحمار وعرضنا عليه بس هو له طلبات غريبه. عشان غبي الناس خلاص ما بقتش تفكر، كل واحد باصص تحت رجليه بس، مفيش رؤية. الرؤية هنا وبس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. عموما يا ريس دي كانت قرصة ودن بس. تمام تمام كده. بالمناسبة يا ريس، النهارده افتتاح معرضنا في شارع عبد العزيز. الله، هي يا انس جرى ايه؟ ما قلتليش من بدري ليه؟ ما تقلقش يا ريس، انا عامل حسابي ومفضي لك الجدول النهارده من المواعيد. انت بقيت نشيط قوي يا انس. انا زاد حسن ظني فيك جدا. ده من فضل ربنا يا دكتور، وبعدين من فضل توجيهات سعادتك ليا. وعملتوا ايه مع الواد بتاع عبد العزيز؟ زي الفل، اشتغل ودار وطلع امان، مش بعيد بعد شويه يبقى مننا. لا 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 لا، انا مش عايزه يبقى مننا. اوعى تلعب معاه اللعبه دي، ما احنا بنرمي له شغلانتين كده، جس نبض وجر رجل. بعد كده بقى لما تاخده تحت جناحك يبقى تعرقه ويجيب لنا الحاجة. لو تثق فيا يا كبير وتسيبنا تكتكها المرة دي. طيب على مسؤوليتك الموضوع ده، أنا عايز ننتهي منه. لو حصل فيه أي مشكلة هتبقى قلق، وأنت عارف الإعلام القذر ما بيصدق.
لا ما تقلقش، الوقت اللي اسمه شعلان دوت انا جبت اخره، جبت صحيفة سابقه كلها وعرفت ان اخلاصه اوله واخره للجنيه. انا مش قلقان غير من لما يتسمى اللي اسمه عبد العزيز، عنيد ودماغه ناشفه. هات انت بس اخر الموضوع وسيب الباقي عليا. طب وافرض عصا؟ العصا لمن عصا؟ ده اللي بيحصل يا ستي. يمشي اللي اسمه زكريا ده من هنا، يطلع لي الزفت الجدع اللي معاه التاني من هنا. انا بس نفسي افهم هم عرفوا طريقي منين. ما لما جالي هنا اول ما طلع من السجن طلب صورتك، انا وريتها له بس مش اكتر من كده. لا يا شيخ مش اكتر من كده، اقنعيني بقى ازاي بصورتي عارف طريقي والزفت التاني مش عارف اخلع منه، كل شويه ينطلي. مين ده؟ ما اعرفوش، واحد عامل فيها شاب رومانسي، قال يعني عايز توسط بيني وبين زكريا يا باشا عشان يصالحني. بس انا ما قلتوش اي حاجه، انا وريته صورتك بس. ما اعتقدش يعني لف مصر كلها يقول انت فين يا جهاد، انت فين يا جهاد. هزري يا ماجده هزري، انا فعلا بجد خايفه، خايفه يبوظ لي حياتي. وبعدين بقى عايزه اقول لك ان تامر لاحظ، وانت عارفه تامر لما بيغتت انا بيحصل معايا بتخني. طب قولي لي تامر عامل ايه معاكي؟ هيكون عامل ايه يعني معايا؟ نفسي تنحته وغتته ونتنته. بس بيحبك وانا عارفه، الرجاله كلها تتغير بعد الجواز. فريتش انا كل الكلام ده، ان شاء الله مع الام تغير. ماجده انا عارفه متاكده كويس ان اللي زي ما ينفعش يتشرط. انت ليه بتقولي كده؟ ربنا يتمم لك على خير يا حبيبتي، وطول ما انا معاكي ما تقلقيش من ابوكي ده. ماجده ما تقوليش ابويا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار اهلا يا دكتور ادري. الله، ده انت عارفني بقى. امال ايه؟ نار على علم. ازيك يا عبد العزيز؟ الله الله الله، ده انت كمان عارفني اهو. وهل يخفى القمر، تاجر وعضو مجلس الشعب سابق. انتم السابقون ونحن اللاحقون ان شاء الله.